الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. سيدي سعادة الفريق سليمان فهد الفهد وكيل وزارة الداخلية الموقر، سعادة الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن في إمارة دبي، السيد مايكل أليس مدير الإدارة الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر الغير مشروع والتقليد في منظمة الانتربول، السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا في هذه المناسبة أن نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لسيدي وكيل وزارة الداخلية على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر ولما قدمه من الدعم والإمكانيات المادية والبشرية في سبيل إقامة هذا المؤتمر، وأن يكون منصة لتبادل الخبرات والتجارب في مكافحة الجرائم الملكية الفكرية والاتجار الغير مشروع. كما لم يفوتنا أن نرحب بمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن في إمارة دبي على تلبية دعوتنا وحرصه على أن يكون إلى جانب أشقائه وأخوانه في دولة الكويت في سبيل دعم الجهود الشرطية على المستوى العربي والإقليمي. كما أن الشكر موصول للسيد مايكل أليس مدير الإدارة الفرعية بمكافحة الاتجار بالسلع الغير مشروعة والتقليد، ممثل الأمين العام لمنظمة الانتربول الذي قدم وفير الدعم على المستوى الدولي لإنجاح هذا المؤتمر والعملية الميدانية اللاحقة له، مكملا لمسيرة التعاون الشرطي الطويل فيما بين منظمة الانتربول ووزارة الداخلية في دولة الكويت. كما لا يفوتني أن أتوجه بجزيل الشكر لكم جميعا على حضوركم وتلبيتكم دعوتنا ومشاركتكم في هذا الحدث، متمنيا للجميع حسن الاستفادة وتبادل الآراء والخبرات والمقترحات فيما يخدم أهداف هذا المؤتمر. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.